معقولة يا إبراهيم حد يفضل يحب حد ما بيشوفوش ولا يعرف عنه حاجة لمدة 14 سنة؟ الحب من غير أمل أسمى معاني الحاجات يا أسرية. أنا بتكلم بجد يا إبراهيم، يعني حد ممكن يرجع يدور على حد كان بيحبه من 14 سنة؟ ممكن لو فاضي. طب اسمع يا إبراهيم، أنت لو جالك جواب كده فيه كلام غريب ومش مفهوم ومعليهوش لا اسم ولا عنوان تعمل إيه؟ هقرأ. يا سلام، صدق كانت تايهة عني؟ وبعد ما تقراه وما تفهمش حاجة وده عادي طبعا بالنسبة لك، هتعمل ايه؟ هقطع وارميه. دماغ والنبي دماغ يا ابراهيم، امال الصحة اللي انت فيها دي من شوية ايه يا لهوي؟ خربت الجوابات، اسميني الجوابات يا أسرية. هو انتوا صحاب من زمان؟ ايه اللي صحاب من زمان؟ من ايام المدرسة. بس هي بقى يا سيدي مامتها بعد ما اتطلقت من باباها اتجوزت دكتور غني جدا، وده اللي نقله من معادي. ايه دي حاجة غريبة قوي. ولا غريبة ولا حاجة، ناس كتير قوي ممكن حياتهم تتشقلب في لحظة. أنا مش قصدي، أنا قصدي الغريبة إنها افتكرتكم بعد السنين دي كلها. افتكرتنا؟ أنت أصلك مش عارف إحنا كنا أصحاب إزاي؟ ده إحنا كانوا مسميننا في المدرسة ثلاثي المرح، وكمان كانوا بيقولوا علينا عارف إيه؟ يا حبيبتي يا حبيبتي الموضوع ده فات بقاله سنين كتير قوي. أنا عارف، أنا ما كنتش ممكن أصدق إن إحنا ممكن نتلم تاني مع بعض. عارفة يا سلمى، أنا كنت متأكد إن أشوفك تاني. كنت متأكد؟ يعني مش معقولة بعد كل السنين دي تيجي مرة تسلمي وتمشي كده، كان لازم ترجعي تاني. ازيك يا أستاذ عبد السلام؟ أهلا يا داليا، ازيك يا بديح؟ أنتوا كنتوا أول فصل أدخله في المدرسة كلها، ما كنتش درست قبل كده في مدرسة بنات. أول ما دخلت الفصل عينيا وقعت عليكي أول واحدة، انت كمان بصيتي لي وضحكتي. عارفه كان اجمل حاجه فيكي ايه؟ ايه؟ ازيك يا استاذ عبد السلام؟ هلا يا داليا، ازيك شرطين. كنا بنقول ايه؟ اجمل حاجه فيا. اجمل حاجه فيك انك كنت بنت عاديه خالص. نعم؟ يعني الواحد ما يحسش اني غريبة عنه، كأنه يعرفك من سنين، كنت تتحب من اول لحظة. في ايه؟ وراي درس في العمارة دي. طب ممكن بس مش ممكن، انا فوتت الدرس الاولاني عشان خاطرك. سلام. طب هشوفك تاني ازاي؟ هنتكلم. طب ثانية واحدة، تليفون كمان كارت. تقدر تقول كده يا استاذ عبد السلام ان سلمى عندها زي حاله نفسيه، والحاله دي جت لها من ساعه وفاه مامتها الله يرحمها. نعم، مسكينه سلمى دي، رقيقه ومنمنمه خالص. يا عيني، عندها وسواس مخليها تدور على حاجات ضاعت منها، وساعات الحاجات دي بتبقى قديمه قوي. طيب وانا ممكن اعمل ايه؟ الجواب يا استاذ عبد السلام. جواب ايه؟ فاكر حضرتك الجواب اللي كتبته لسلمى زمان لما كنا عيال صغيرين؟ انه ده سعد الفضيحه. خلاص فاكر فاكر. سلمى بقى عندها وسواس مخليها عاوزه الجواب ده باي شكل، وهي حالتها وحشه خالص واحنا اصحابها وعاوزين نساعدها. ممكن تدينا الجواب يا استاذ عبد السلام؟ معقوله؟ وانا هلاقيه فين؟ ده بقاله يجي 10 سنين دلوقتي. 14. طيب 14. طب هقول لحضرتك على حاجه، يعني معلش خدمه منك وجدعانه، عشان هي حالتها وحشه خالص واحنا اصحابها وعاوزين نساعدها. طبعا مفهوم. يعني لو ممكن يعني حضرتك تكتب لها اي جواب تاني، اي جواب، عشان هي ما كانتش قارت الاولاني، يعني مش مشكله. بس اصلا انا هي حالتها وحشه خالص واحنا اصحابها وعاوزين نساعدها. تفتكروا هيدهولنا؟ طبعا لا. طب وزاد دهولنا؟ يبقى او مش هو اللي بيبعت الجوابات اساسا. انت وقفتي ليه؟ العربية السودة دي ماشية ورانا. اطلع يا سلمى، بلاش تخريف. لما شفتك المرة اللي فاتت حسيت ان مشاعري تجاهك صحيت من جديد.
بس بعد ما سبتك ومشيت لقيت ان مش انت البنت اللي حبيتها ودورت عليها واستنيتها سنين. فندم احنا اندفعنا يا سلمى. اندفعنا ازاي يعني؟ يعني احنا ما ننفعش لبعض. حضرتك طلبتني عشان تقول ما ننفعش لبعض ازاي يعني؟ اسمعيني بس، انا حبيت سلمى البنت الصغيرة الجميلة بتاعت زمان، وانت دلوقتي بيتي انثى ناضجة وجميلة. انا عارف ان الكلام ده قد ايه بالنسبة لك صادم، بس انا ما اقدرش اخدعك. تخدعني؟ اتفضلي. ايه ده؟ لما اصحابك قالوا لي انك عايزة الجواب قلت له معقولة وانا هلاقيه فين ده؟ الحقيقة انا كنت عارف اني شايله في درج المكتب. بعد ما اضطروني اسيب المدرسة بقيت اقعد ابص عليك وانت خارجة لحد ما عرفت انك عزلتي، وقررت اني ابعتلك جواب. بس رجعت وقلت جايز تكون دي فرصة بالنسبة لي عشان اتخلص من احساسي ناحيتك، لكن للأسف ما قدرتش. بقيت ادور عليك في كل بنت في الفصل، وعرفت ان لما تيجي فيا سلمى مش هخف منه طول عمري. يعني انت ما بعتليش اي جوابات تانية؟